الكارتيجن سبيس تراجكتوري راح تكون هون تي اس، وبعدين بعمل انفرس كينماتكس تي 560 اي كينماتكس 6 اس تي اس. اوكي هاي صحيح. خلينا ناخذ اذا هلا تي اس، إذا صار عندي هلا تي اس، تي اس إذا عملت about تي اس تكون عندي 40 4 في 4 في 41. اوكي تحركت بهذا الشكل. هلا بنعمل انفرس كينماتكس، فبعمل كيو اس بتساوي في 560 اي 6 اس تي اس. هلا اني حطيت 6 اس رح يعطيني اياها اناليتيكال، لو اني ما حطيت 6 اس بزبط بتحرك. واضح الاختلاف؟ انا ما استفدت هون من ال 6 اس، فعماله بعمل طبعا ايتريشن. اظن اعطاني ايرور. اوكي بعرفش المشكله هون ليش، لذلك اسهل كثير نستعمل ال 6 اس. اذا برجع بستعمل ال 6 اس اعطاني هاي. هلا مفروض صار عندي هون كيو اس كيو اس الدايمنشن تبعها غلط، مش هيك؟ 41 في 6 مضبوط. اشوف في شيء غلط هون لانه هاي مش كيو اس هيك. كندا اول ثلاثة بعدين بعد ثاني ثلاثة. ليه؟ فوق بعض عشان هيك كنا مصغرين منه، بتطلع لفوق شوي. هلا بشوف. هي هلا مضبوطة. مضبوطة هيك؟ مرة ثانية كيو اس، هي هلا مضبوطة، بعرف شو اللي صار لأنه حطيتها أول مرة شيء مختلف. هي صار عندي كيو اس، هلا بقدر أعمل له أنيميشن. فصار عندي بي 560 فلوت كيو اس. نعمل نفس الشيء الآن. رح نعيدها مرة ثانية. هلا ايش بتلاحظ الريست؟ الريست عم تتحرك بخط مستقيم مضبوط؟ ولا فيها ميلان؟ هذا الشيء تي اس اسمها تي اس مش كيو اس بجوز. قصدك ضل مرسوم من اول؟ أنا متأكد منها. خط مستقيم. هلا حتى نتأكد رح نعمل نفس الشيء، رح اعمل بلوتينج للإكس والواي. رح اسمي شيء جديد اسمه بي اس. بعدين راح اعمل بلوتينج للبي اس. اذا راح اخذ الاكس والواي من البي اس واعملهم بلوتينج. اوكي هي واضح الخط الاصلي. الخط الاصلي كان عامل معي هيك، العمال بتحرك بهذا الشكل. خلينا نطلع نقارن كيو كيو جي. سميناها كيو جي ولا سميناها كيو؟ هو دائما احسن حاله انه يمشي خط مستقيم. لا حسب ايش البلان، حسب النقاط. هلا احنا مش ماخذين شيء اعقد من الخط المستقيم، مش هيك؟ هلا اظن نقدر نصير نحدد نقاط مختلفه اذا بدي اعمل تراجكتوري بلاني معقده اكثر من هيك. فرضا احنا جينا قلنا تحركنا من هاي النقطه لهاي النقطه، لو بدي اتحرك على شكل مثلا اخذ نقاط ان بتوين، فرضا هاي النقطه وهاي النقطه، راح اعمل سبيس. هلا في انستركشن ثاني مالتي سيجمنت راح حكينا عنه المرة الجاي، تحرك من النقطة هاي للنقطة هاي،
تتحرك من